السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هوات الميكانيك والجدد في عالم الميكانيك، وسعيدتم مساء ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، صحة وعافية. وعلاش لاشان دو ديستريبيسيون اللي هي بما تسمى العربية اللي هي اللغة الرسمية اللي نتكلموا بها في هذه القناة؟ الحزام التوزيع. علاش الحزام التوزيع؟ نديروا له لو كالاج. نعطيكم مثال، مثلا يجوا أربعة عمال يخدموا في الشقة هذه، هذوك أربعة عمال يتفاهموا بيناتهم، تكون مفاهمة بيناتهم، قال حبس، أنا نخدم البلاط، وأنت تخدم اللوندوي، وأنا نخدم سبيرة، والرابع أنا نخدم لابنات، يتقاسموا العمل تاعهم، ويتفاهموا، يديروا اجتماع، يتقاسموا العمل تاعهم، ويخدموا. علاش نروحوا للكراج تاع الحزام التوزيع، وعلاش المصنع دار لك لي روبير في لابولي تاع الفيبرو كان تحتاني، وفي لابولي كذلك الفوقانيه تاع الاربراكان، وعلاش دار لك لي روبير؟ كيفاش يكونوا لي روبير؟ اولا للمبتدئين باش يعرفوا مليح، يدير لك الميكان المهندس اللي صنع السياره يدير لك لي روبير، يدير لك دي لونغات مع ثقبه. مثلا كاين في السيارات اللي كاين اون لونغات شغل لسان هكذا خارج هكذا فليشه صغيره خارجه مع الثقبه، وكاين يديروا يعني منقوشه في المحرك من فلاش يوري لك فلاش فليشه مطابقه مع شلطه. علاش يديروا هذوك لي روبير؟ وعلاش لاشان ديال ديستريبيسيون لو كان ما ديرلهاش لو كالاج ما تمشيش طوموبيل وما ترونش طوموبيل اطلاقا، ولا كانت مديكاليه بشويه دير لك مشاكل جمة من المشاكل، ترقص في تيراج طوموبيل تولي متر. علاش؟ باسكو كاين واحد العامل متناوب بين لي سوباب والبوجيات ولي سوباب والفيبروكا ولي بيستون، كاين واحد العامل متناوب. شكون كاين؟ كومينيكاسيون، كاين مفاهمة تاع مثلا نفترضو ربع اسطوانات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذاك الأسطوانة رقم واحد كي تطلع والشمعة تاعها تشعل كاينة زوج خدامين واحد اخرين اللي هما زوج سوباب منا وزوج سوباب منا. السوباب الاولاني يتفتح باش يسربي الفيول داخل غرفة الاحتراق، ومن بعد تشعل الشمعة يسرع انفجار، ومن بعد يهبط يروح للانفجار الجهة واحدة اخرى، وكي يجي طالع هذاك البيستون اللي وقع فيه ديجا انفجار يتفتح لي دو سوباب خدامين الاخرين يتفتحوا باش يخرج لي شابون. عامل متناوب. لو كان ما دارش لو كاراج في الحزام الامن راح يصرى تذبذب في المحرك، باسكو لي دوا كيبيتور راهم رايحين يفتحوا ولا يغلقوا، لي سوباب رايحين يفتحوا ولا يغلقوا على لي بيستون الاربعه بالتناوب. هذا عامل منسق بين لابولي تاع الفيبروكا هي اللي راهي تحرك في لابولي الفوقانيه تاع البراك، هي اللي راهي تحرك. دونك لازم عامل منسق، عامل منظم، عامل مدروس بدقه، ما لازمش ممنوع منعا بدا ديكالي يعني لاشان دو ديستريبيسيون، ولا ما تحترمش يعني لي روبير تاعها الموجودين على لابولي تاع الفيبروكا ولا على لابولي تاع البراك. ضروري جدا تحترمها. ليش هاوليك علاش نديرو لو كالاج تاع الحزام التوزيع؟ ضروري جدا يكون لو كالاج، والا يا اما ما تنش الطوموبيل يا اما ديكاليها غير بشويه نصف سنتيم دير لك مشاكل كارثه، الطوموبيل تولي كاع ما تيريلكش على باسكو لاشين تاعك ديكاليها بشويه، ولا مخربطه ديكاليها كامل ما ينوضش المحرك. تلقاو في ساعة الخير، وإذا أعجبكم الفيديو لا تبخل علينا بالإعجاب، بارطاجي بين الأصدقاء والأحبة لكي يستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله.